قتلى وشرحى في هجوم على فندق في باماكو، والعملية تلقي بظلالها على قمة قادة مجموعة 5 في الساحل. الحكومة تتجه إلى تحفيز المنتوج الوطني من مادتي الأرز والقمح لمواجهة المنتوج المستورد. في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، ما الذي تحقق للتخفيف من معاناة هذه الشريحة؟ أينما كنتم مشاهدينا الكرام، حياكم الله، أهلا بكم إلى تفاصيل فترتنا المسائية، أخبار الساحل التي نقدمها لكم من العاصمة الموريتانية نواكشوط. أسفرت عملية احتجاز الرهائن بفندق راديسيون في باماكو عن مقتل 27 شخصا ومصرع الخاطفين. كان تنظيم المرابطون قد تبنى العملية، وقد قطع الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا مشاركته في قمة لقادة مجموعة 5 في الساحل هيمنت عليها أحداث باماكو. سيدي محمد اللجاوي تابع الموضوع وعد عنه التقرير التالي. صباح العاصمة المالية باماكو لم يكن هادئا كعادتها. 170 شخصا من جنسيات مختلفة وجلهم فرنسيون احتجزهم مسلحون في فندق راديسون بلو. القوات المالية الخاصة أطلقت عملية مداهمة أمنية للفندق الذي تنزل فيه طواقم الشركات الطيران الدولية بباماكو، وهو ما أسفر عن تحرير جميع الرهائن بعد ساعات. بحسب تصريحات مسؤولين أمنيين وحكوميين ماليين، أكدوا العثور على 27 جثة. وكانت مصادر أمنية فرنسية قد أعلنت أن نحو 40 عنصرا من قوات النخبة توجهوا من باريس إلى باماكو للمشاركة في العملية الأمنية لتحرير الرهائن. في هذه الأثناء تبنى تنظيم جماعة المرابطون عملية احتجاز الرهائن، مؤكدا أنها تمت بالتنسيق مع إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. عملية اليوم تأتي تزامنا مع النسخة الثانية من قمة دول الساحل الخمس والتي تحتضنها تشاد، وهو ما يرى فيه متابعون رسالة تحدي لدول المنطقة. عملية راديسون بباماكو كان لها صدى في عاصمة النور باريس التي كانت هي الأخرى على موعد مع تفجيرات قبل أسبوع. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند طالب الفرنسيين باتخاذ احتياطاتهم، وذلك بعد أحداث باريس الجمعة الماضية وتهديدات بعض الجماعات المسلحة بمزيد من زعزعة الأمن إذا ما وصلت فرنسا تدخلاتها العسكرية. حالة الذعر والخوف التي أصابت نزلاء فندق راديسون لأكثر من 12 ساعة وأحداث باريس المتتالية، كلها رسائل من بعض التنظيمات المسلحة أن الحدود والمسافات والآلام قاسم مشترك يمكن أن يتقاسمه الطرفان بالتناوب من حين لآخر. ريثما تقضي الدول مجتمعة على التنظيمات المسلحة وتفرض الجماعات المسلحة نفسها على العالم بالقوة بعد عجز الحلول السلمية عن القضاء على التنظيمات، إلى أن يقضي أحد الأطراف على الآخر يبقى العالم في حالة طوارئ دائمة ريثما تتحقق الغاية المفقودة. دعا الوزير الأول ليحيى والحدمين الفاعلين الاقتصاديين إلى ترقية تنافسية الإنتاج الوطني من مادتي الأرز والقمح والعمل على خفض تكاليف الإنتاج. وقال والحدمين خلال افتتاح أيام تفكيرية حول تنافسية شعبة الأرز وتطوير زراعة القمح في موريتانيا، إن رفع قدرة المنتوج الموريتاني سيمكن من مواجهة المنتوجات المستوردة. أحمدنا سيد أحمد حضر الفعالية وعاد بالتقرير التالي. موريتانيا التي تتطلع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الأرز، أشرف وزيرها الأول يحيى الحدامين على أيام تفكيرية تحتضنها وزارة التجارة والصناعة والسياحة. الأيام التفكيرية حول تنافسية الأرز وتطوير زراعة القمح تدوم يومين وتهدف إلى رسم سياسة اقتصادية في مجال زراعة المادتين الأكثر استهلاكا في المجال الغذائي الموريتاني. فضلا عن المجهود الجبار في مجال تطوير زراعة الأرز، مكنت الإصلاحات الجوهرية التي تم القيام بها في مجال التنوع الزراعي من إدخال القمح في المنظومة الزراعية والشروع في وطي برنامج طموح للتوسع في إنتاجه. مادة الأرز التي باتت تلبي ما يزيد على 80% من الاستهلاك الوطني حسب الأرقام والتوقعات الحكومية، فإن مشاكل عديدة تعترض تسويقها بفعل منافسة حادة من الإنتاج الخارجي الذي يفرض هيمنته على السوق الداخلية، مما استوجب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول تصب في مصلحة الإنتاج الوطني. جينا للورشة مأملين فيها أنها تساعد في انسيابة الأرز داخل السوق المحلية والتعريف به
وراجعين فيها التسويق يعود مردودية على المزارع وتحسين الانتاجية، تحسين انتاجية المزارع وتطوير زراعة الأرز والتعريف به بشكل وطني، تعريف به صحيح. موريتانيا التي تملك مساحة زراعية تقدر بنصف مليون هكتار تملك فرصا عديدة لتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الغذاء الذي طالما أنذرت منظمات دولية من نقصه الحاد في البلاد. 150 ألف طن من مادة الأرز هي الكمية المستوردة سنويا من الخارج بسبب عدم جودة بعض النوعيات من الأرز المحلي ورداءة في عملية التقشير. وبالرغم من تلك العوامل فإن موريتانيا قطعت شوطا معتبرا ليبلغ الإنتاج السنوي من المادة 200 طن سنويا متجاوزة نسبة 70% مقابل 35% سنة 2009، كما حققت قفزة في توسيع المساحة المزروعة لتبلغ 51 ألف هكتار مقابل 18 ألف هكتار سنة 2009. ومع ذلك يبقى الطريق طويلا نحو اكتفاء ذاتي في مجال الغذاء. ولمتابعة مشاهدة الكرام هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف هنا ليلة على بلاتو هذه النشرة سيد محمد والأهل الداه رئيس اتحاد نائب رئيس اتحادية المزارعين. أهلا بكم ضيفي الكريم، وبداية نشكركم على تلبية الدعوة. بداية سيد محمد، لماذا هذه الأيام التفكيرية بذات؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. احنا الأيام التفكيرية كنا نتوقعها من زمان، لأن الزراعة كانت أصلا سابق 2008 2009 كانت زراعة مطالبة يخلق فيها القرض الزراعي، ولين نفوتون تبدأ الحملة نقمت من الحملة خلقت يخلق دعم كيف قروض زراعية قصيرة المدى وتبرمج ديون كانت سابقة، ويصبح المزارع بين كماشتين، يا إما يعود عليه دين عاد أكثر وينزاد عليه الربحات الربوية أكثر، وعاقب ذاك يخلق عفو شام عن الديون، يعني متحاو عن المزارعين ياسر منهم اللي كان في المديونية، وخلقت زراعة وانضمن شراء الأرز يقير السياسة اللي عدلت له قد يعود فم فيها خلبطة هي اللي عاد المهم فيها أن يعود المزارع هو المستهدف بالدعم اللي عاطيه الدولة. الدولة تكلفت ياسر إياك تدعم الأرز يقير مشات دعم شور اتجاه ما هو اتجاه المزارع، وصبحت هون الدولة لابد من تراجع ملفاتها وتراجع للي يالله يمشي، وعاد الأرز يجي بشكل الكم خالي يقير الكيف ما هو ما هو ما هو راضي لا للمستهلك ولا للدولة اللي الشراب. سيد محمد، هذا يقودنا إلى سؤال هو مدى قدرة المنتوج الوطني من مادتي الأرز والقمح على منافسة المنتوج المستورد في ظل طبعا حديث المواطن عن رداءة في المنتوج الوطني من حيث الكيف. أنا لا نقول لك إن الأرز جيد لأنه بدأ بمراحل. المرحلة الأولى كان أرز رديء كم ياسر إنتاج ياسر يعطي 7 طناوي إلى 10، وبدأ المزارعين يوعاوا إنهم يلا يعودوا ينتجوا سلالة من الأرز تعود جيدة، وبدأوا فيها وحالا من 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 بداية شكل قالوا جاء وتأنا بدأ شكل آخر قالوا ساحل، وهو اللي عاد حالا ينزرع وسلالة جيدة، ومن أجود شيء يخصها التقشير الجيد، وعادوا فم مصانع عندهم القدرة على أنهم يقشروا تقشير جيد، وهذا هو اللي يجرني على أن نقول أن المزارع عنده التربة الجيدة وعنده يخصه السماس اللي هو البذور المحسنة، يخص يعود وعنده البذور المحسنة، والدولة يلا تعود توفر البذور وتدعم على الأسمدة وتدعم المبيدات الحشرية، وإلى قد تدعم القزوال والله تعدل الطاقة الكهربائية يعود جيد. باختصار محمد، هل يمكن أن تقول لنا أن المنتوج الوطني في جملة واحدة أن المنتوج الوطني قادر على منافسة المنتوج المستورد؟ يعني هو ينافس، ولو كان ما ينافس ما يعود قاع نحرز في البداية، لأنه هو ينافس حد شافه
المعارض اللي يجيهم الأرز الموريتاني اللي حسين يعرف عنه ينافس، احنا اللي ننتجوه نقشروه تقشير جيد ونجيبوه للديار ونجيبوه لأصدقاء يجبروا أرز جيد عود ينافس فيه. الآن السؤال اللي أطرحه الآن محمد في ذكر التنافسية هي العوامل والآليات التي تضمن لهذا المنتوج أن ينافس مستقبلا وأن تكون لديه قدرة تنافسية أكبر. ما هم الأرز في العالم كامل أرز واحد، يعني احنا نتميزه بأن التربة مازالت تربة بكر وأنها جيدة وأنه يخص اللي نجبره. والله احنا قاعد عندنا البذور، فعلا البذور نجبروها جيدة والأرز جيد، يخص شنو؟ يخص يعود التقشير جيد. إلين يعود التقشير جيد الأرز أرز، ما هو ما احنا ما عندنا شيء خالص. السيد محمد والله رداه نائب رئيس اتحادية المزارعين، كنتم ضيفنا في هذه النشرة، شكرا جزيلا لكم. وغير بعيد المشاهدين الكرام عن موضوع الأرز والقمح والاقتصاد، نتحول إلى المجلس الاقتصادي صحبة زميل سيدي محمد جقنا. الموجز الاقتصادي من ساحل تي في، تراجع سعر الذهب الجمعة ب0.19% ليصل سعر الأوقية إلى 1080.18 دولار للأوقية. وعلى عكس المعدن النفيس، سجل نفط برنت ارتفاعا ب0.34%، في حين تراجعت أسعار الحديد الخام حيث انخفض سعر الطن إلى 46.91 دولار. وتراجع سعر القمح ب0.14% ليصل إلى 176.50 يورو للطن. نتابع أسعار أهم بعض المواد في السوق العالمية الجمعة. أظهرت بعض المعطيات الرسمية الصادرة عن الخزينة العامة للدولة أن وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي أنفقت حتى الآن أكثر من 8 مليارات أوقية من ميزانيتها الأصلية التي تزيد على 11 مليار أوقية، في حين أنفقت وزارة المياه والصرف الصحي أكثر من 3 مليارات أوقية من ميزانيتها الأصلية التي تزيد على 4 مليارات أوقية. من جهة أخرى، أنفقت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أكثر من مليار أوقية من ميزانيتها الأصلية التي تزيد على 2 مليار أوقية. الآن إلى أسعار بعض العملات مقابل الأوقية حسب آخر إصدار للبنك المركزي الموريتاني، نتابع. نهاية الموجز الاقتصادي، أطيب المنى، إلى اللقاء. شكرا لك زميل سيدي محمد. تتفاقم عمالة الأطفال نتيجة عوامل مختلفة، منها الفقر والحاجة وعدم تطبيق القوانين الرادعة التي صادقت عليها موريتانيا. وللتذكير، يصادف 20 نوفمبر اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال. عبد الله ولله عد تقريرا في الموضوع. كعادته كل صباح يسلك محمود طريقه إلى العمل، وهو الذي لم يتجاوز 12 من عمره، طريق به من المطبات الكثير، وقد سلكه مكرها إذ تعتمد عليه أسرته في كسب لقمة العيش، وهو ما جعله يبتعد عن مقاعد الدرس. عدنا الترسي دخل 1500 صغمة واحدة رجال نضيع أبوية.
أمثال محمود كثر ممن اضطروا للعمل قبل وصولهم السن القانونية، حيث تقول بعض الإحصائيات إن 13% من عمال موريتانيا أطفال، وهو ما يجعل منظمات حقوقية تدق ناقوس خطر يتهدد هؤلاء بعد أن حرموا من الالتحاق بالمدارس وتحولوا إلى رجال قبل الأوان. لكن أي سبيل لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال؟ أولا جعل لأن محاربة الفقر أساسا، لأن محاربة الفقر ستؤدي إلى حقيقة انخفاض هذه الظاهرة في الوسط الريفي وفي وسط حائق المدينة. هناك كذلك تطبيق القانون من ناحية مدونة القانونية التي تحرم استقلال الأطفال في هذا المجال، في حقيقة مجال العمل. إذا حقيقة طبقت قوانين فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض هذه الظاهرة. عمالة الأطفال تتنازعها الأسباب الاجتماعية والاقتصادية، فالتفكك الأسري والأوضاع المادية السيئة لجل الأسر الموريتانية تحرم بعض أطفال موريتانيا من طفولتهم، بيد أن الأمم المتحدة تمنع الأطفال من ممارسة الأعمال التي تعرض صحتهم الجسدية والعقلية والأخلاقية للخطر. فهل يحمل مقبل الأيام جديدا يبعد أطفال موريتانيا عن العمل ليحظوا بطفولة طبيعية ويأخذ مكانهم في حجرات الدرس لا في ورشات العمل؟ عبد الله ولنهي الساحل تي في نواكشوط. التعليم الطريق إلى الإصلاح. رغم مرور شهر على افتتاح العام الدراسي الجديد، ما زال بعض التلاميذ يشكون من عدم وجود أساتذة لتدريسهم بعض المواد، وتشكل هذه الظاهرة أحد أكبر التحديات التي تعيق تطوير التعليم في البلاد. محمد فالو الحامدون عدى تقريرا عن الموضوع. من بين هؤلاء من حضروا إلى هذه المؤسسة التعليمية باكرا، لكنهم كانوا على موعد مع البقاء خارجها بسبب غياب أساتذة بعض المواد الأساسية حتى بعد مرور شهر على افتتاح العام الدراسي وفي ظل اقتراب امتحانات الفصل الأول. أقرأ هنا في ثانوي البنية 2 أستاذ رياضيات من ساعة بداية السنة ما فات جناح نعدلوا ترمينال سي ومادة أساسية ولا قطينا شو ما يلا الشعبة الأداب العصرية ما شاء الله مواد ثانوي العدد دار مواد ثانوية ما هم شيء جاي. مؤسسات ابتدائية وثانوية تعاني نقصا حادا في الكادر التعليمي، ويرى البعض أنه من أسباب العجز الحاصل عدم قبول بعض الأساتذة والمعلمين التحول إلى مؤسساتهم، كما أن هناك أسبابا أخرى. أسباب هذا النقص في شخصيا أعزيها إلى أن التكوين لم يعد ليس كافيا إلى حد الساعة، لأنه في مدرسة تكوين المعلمين التي أعرف يتخرج كل سنة عدد من المعلمين، ولكنهم لا يتمكنون من تغطية العجز. ليبقى معضل تغيب الطاقم التربوي عن المؤسسات التعليمية لسبب أو لآخر أبرز مميزات العام الدراسي الحالي بالرغم من مرور ما يقارب العام على إعلان العام 2015 سنة للتعليم في موريتانيا. محمد فالو الحامد، الساحل تي في، نواكشوط. ومن التعليم إلى الكابتن عماد أحمد بابا وشديد رياضة. الموجز الرياضي من الساحل تي في، أهلا بكم. أفادت مصادر مقربة من إدارة نادي أفسة تفرغزين وصيف ترتيبي الدوري الوطني الممتاز لكرة القدم أن النادي تلقى عدة عروض خارجية للتعاقد مع لاعب وسط الفريق يحيى دلاهية. وبحسب المصادر فإن العروض أتت من أندية عربية وأخرى إفريقية، مرجحا أن يتم التوصل لاتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى أحد هذه الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. وكان دلاهي قد لفت الانتباه بعد العروض الكبيرة التي قدمها مع ناديه أفسة تفرغزين الموسم الماضي، والتي ساهم بها في تتويج الفريق بلقب الدورية.
أوروبيا، قررت السلطات الإسبانية زيادة التعزيزات الأمنية لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة غدا السبت على ملعب سانتياغو برنابيو 6 أضعاف العدد المعتاد من أفراد الأمن في مثل هذه المواجهات. سيشارك أكثر من 2500 من أفراد الأمن في تأمين المباراة التي تقام وسط مخاوف في أوروبا من وقوع هجمات إرهابية بعد الأحداث الدموية في باريس، بالإضافة إلى أكثر من 1200 من أفراد الشرطة الإسبانية. سيشارك 122 من أمن بلدية مدريد و1200 من أفراد أمن الشركات الخاصة و80 عاملا بطوارئ العاصمة و60 من الصليب الأحمر في تأمين اللقاء الكبير. توج كورنتيانز بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم قبل 3 جولات على نهاية البطولة بعد تعادله خارج أرضه بهدف لمثله أمام فاسكو دي غاما وهزيمة ملاحقه الوحيد أتلتيكو مينيرو. رغم طرد رودريغو لاعب فاسكو دي غاما في الدقيقة 62، تمكن الفريق من التقدم عن طريق جوليو سيزار في الدقيقة 72، لكن كورنتيانز تعادل قبل 9 دقائق من النهاية بهدف للمهاجم الدولي السابق فانغرلوف. بهذا يحصد فريق مدينة ساو باولو اللقب برصيد 77 نقطة متقدما بفارق 12 نقطة على أتلتيكو مينيرو، مستغلا سقوط الأخير في هذه الجولة. أعلن نادي غلاتا سرايا التركي بطل الدوري الممتاز في بيان نشره اليوم انفصاله بالتراضي عن مدربه حمزة أوغلو بعد أقل من عام على تولي المسؤولية عقب بداية موسم متواضع. وقاد حمزة أوغلو النادي لثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي، لكن غلاتا سرايا يبتعد حاليا ب5 نقاط عن بيشكتاش المتصدر بعد 10 جولات، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات. وقع الاختيار على مدن بوسطن وشيكاغو ووستن ولوس أنجلوس من بين المدن العشرة التي من المقرر أن تستضيف مباريات بطولة كوبا أمريكا المئوية التي تنطلق العام المقبل. وأعلن كل من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الكومين بول واتحاد الكرة لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبية الكونكاكاف واللجنة المنظمة للبطولة أن مدن نيويورك وأورلاندو وفيلادلفيا وفونيكس وسان فرانسيسكو على الأصح وسياتل ستكون أيضا من ضمن المدن المضيفة للبطولة. وتقدمت 24 مدينة مطلع العام الجاري بملف ترشحها لاستضافة منافسات البطولة التي تأتي لإحياء الذكرى المئوية لانطلاق النسخة الأولى من البطولة. ختام الجولة الرياضية في أمان الله. شكرا لك زميل عماد. فقرة كسب حلال. الأمل لله تخزين وأمل إن شاء الله سادين به حوائجنا إن شاء الله إن مولانا يغنينا عن الاحتياج وتو سرنا بعد الله نوحده في شيء يغنينا عن الاحتياج وتو نسدوا بهم اللي حوائجنا وحوائج أيالنا. كل أمر كامل شرف لا رقاه لا يدخل مع شيته يسوي شنه لا يعدل ذاك اللي صالح له توه وإن الله مع الصابرين. نشرة انتهت، لم يبقى إلا التذكير بالعناوين. قتلى وجرحى في هجوم على فندق في باماكو، والعملية تلقي بظلالها على قمة قادة مجموعة 5 في الساحل. الحكومة تتجه إلى تحفيز المنتوج الوطني من مادتي الأرز والقمح لمواجهة المنتوج المستورد. في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، ما الذي تحقق للتخفيف من معاناة هذه الشريحة؟ مشاهدينا الكرام، شكرا على كرم المتابعة. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت الساحل .tv. لكم تحية من فريق العمل، تحيانا جميعا والسلام عليكم.